يقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: عليكم بحسن الخط، فإنه من مفاتيح الرزق. يوفر مركز النيل لتعليم العربية للناطقين بغيرها مجموعة دورات متخصصة في الخط العربي، بداية من تحسين الخط بالقلم العادي إلى مرحلة الاحتراف، وذلك على أيدي فريق من أمهر الخطاطين. أولاً، دورات تحسين الخط بالقلم العادي، وتشمل تعليم خط الرقعة، تعليم خط النسخ. ثانياً، دورات تأسيسية لمن يريد احتراف الخط العربي، وتشمل هذه الدورات خط النسخ وخط الرقعة والخط الديواني. ثالثاً، دورات تخصصية لاحتراف الخطوط الكوفية، وتشمل تعليم الخط الكوفي المصحفي والكوفي الفاطمي، وكذلك القيرواني والمملوكي. وعلى الطالب في نهاية كل دورة أن يقدم مشروع تخرج يتمثل في لوحة من تنفيذه. ولأننا في مركز النيل لتعليم العربية للناطقين بغيرها، نعتز بروعة الخط العربي وجماله، ونؤمن أنه كان ولا يزال صورة مشرقة للحضارة الإسلامية بل والإنسانية. جاءت هذه الخطوة، فمركز النيل دوما معكم في طريق النجاح. للحجز والاستفسار زوروا موقعنا على الإنترنت